انتوا دلوقتي بتسمعوا ستايل بوك مع هدى رشوان على بودكاست الوطن. النهارده هكلمكم عن واحد من اقدم الفنون الانسانيه، الفن اللي بنلاقي ناس كتير جدا جدا بتتقنه من غير تدريب او شهاده. ايوه، انا بكلمكم عن فن التنظير. ايه هو التنظير؟ التنظير هو اللحظه اللي انت بتلاقي نفسك فيها جوه محادثه ملهاش معنى، ملهاش نهاية. وطبعا كلنا قابلنا الشخص المنظراتي ده أكيد في الشغل، اللي ممكن طول الوقت يقعد يشرح لك إزاي هو عنده حلول جذرية للكون كله لكن ما عندوش نفس إن هو يعملها أو ما عندوش وقت إن هو يحققها. مين فينا ما حضرش اجتماع قعد لساعتين كاملين وبعد ما خلص الاجتماع خرج منه بيكلم نفسه، ما انتوا كنتوا عايزين تقولوا إيه؟ هو احنا وصلنا لفين؟ ده اختبار تنظير في انقى صور. هو ده عالم التنظير اللي بتكون فيه كمية الكلام اكبر كتير جدا من المعنى والهدف. علشان كده انا قررت النهاردة في بودكاست ستايل بوك على الوطن اقول لكم نصايح سريعة في ازاي تتعاملوا مع الشخص المنظراتي اللي في حياة كل واحد فيكم، خطوات عملية واضحة ومن غير تنظير. أول نقطة لازم تعملها هو إنك تحدد الوقت والمساحة للحوار. قلل من الوقت المخصص. يعني إيه؟ لو أنت عارف إن الشخص اللي قدامك ده أول ما بيمسك الحديدة ما بيسيبهاش ويبدأ ينظر والحديث بيطول زيادة عن اللزوم، خليك ذكي ولازم قبلها تكون محدد له، تقول له عندك 10 دقايق بس. هو ده هيساعدك على إنك تقلل النقاش. طيب ولو ما التزمش وكمل، تبدأ تستخدم لغة الجسد بتاعتك بإنك توقفه أو أنت تقول له هنمشي أو أن أنت تشاور له بشكل غير مباشر بأن الوقت محدود وتخليه يبص على الساعة. كل الحاجات دي بتساعد على أنك تخلي الوقت والمساحة محدودة للحوار. تاني حاجة لازم تعملها، لو لاحظت أن المحادثة بدأت تاخد طابع طويل وغير مجدي، لازم تتدخل بعبارات زي كلام اللي أنت بتقوله ده مثير لكن ممكن نناقشه في وقت تاني، أنا فاهمة كويس قوي وجهة نظرك لكن في نقط تانية أهم لازم نناقشها دلوقتي. بتستخدم المقاطعة اللطيفة، وكمان ممكن أن أنت تعمل أسلوب التلخيص. طب يا جماعة بعد إذنكم أنا هلخص اللي بيقوله فلان ده علشان نروح لموضوع تاني، أنت شايف أن الموضوع ده كذا وكذا صح؟ رائع، بس خلينا نخش على النقطة التانية نكست علشان نقدر نوصل أن احنا نحقق الدرجة المطلوب من غير ما نضيع وقت بقى. ثالث حاجة، انك انت لازم تحاول ان انت ترجع الشخص لصلب الموضوع بانك انت تسأله سؤال بشكل مباشر. ايه هي النقطة اللي انت عايز توصلها لنا؟ ازاي تربط الكلام اللي انت بتقوله ده باللي بيحصل معانا دلوقتي؟ ده بيساعدنا على اننا نقلل التطويل ويكون الحوار اكتر تركيز. رابع حاجة، ممكن تستخدم الضحك والفكاهة علشان تخفف الموقف. احيانا الضحك بيكون وسيلة لطيفة جدا علشان تقفل سلسلة التنظير، فتقول له مثلا اعتقد ان انت هتنفع مذيع رائع في المستقبل، ممكن تعمل برنامج حواري يغلب اهم مذيعين مصر. الاسلوب ده هيساعدك على انك انت تخفف الضغط من غير ما يشعر الشخص اللي قدامك بالاحراج. خامس حاجة، اتعلم تقول لا بلباقة. احيانا بتحتاج ان انت تحط حدود واضحة، خصوصا لو الشخص اللي قدامك دون عايز يعمل شات طويل جدا ورغي طويل جدا ومن غير ما يكون الوقت مناسب ليه. ممكن تقول له انا مقدر جدا ان احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده لكن انا معايا حاجات لازم انجزها دلوقتي وممكن ان احنا نرغي في وقت تاني. سادس حاجة، غير الموضوع لشيء عملي. لو كان التنظير بيدور حوالين فكرة او رأي، حاول انك تنقله لموضوع اكثر عملية. يعني ايه؟ يعني مثلا تقول له اللي انت بتقوله ده مثير قوي بس ازاي نطبقه في الواقع؟ هل عندك خطوات عملية محددة 1-2-3 ناخدها علشان ننفذ اللي انت بتقوله؟ الطريقة دي هتحول الموضوع من التنظير لمحادثة مثمرة. احيانا كمان بيكون التجاهل البسيط هو الحل. في بعض الاحيان لو الشخص اللي قدامك ده بدأ يرغي ويطول وينظر، انت ممكن تستخدم اسلوب التجاهل ولا كأنك شايفه، ما تخشش اصلا معاه في اي نقاش، وده هيكون اشارة ضمنية
بأنك أنت مش مهتم أصلاً بمواصلة الحديث وهيسكت منه الروح. نوصل بقى للحالة الأخيرة، وهي أنك أنت لازم تكون صريح. لو كان الراجل ده بيعترضك ليل ما نهار وهو بيكرر الحديث وعايز يرغي مش سايبك في أي حتة، كل ده هيأثر على وقتك وطاقتك بشكل كبير. فعشان كده أنت لازم تتكلم معاه بصراحة، تقول له أحياناً أنا بلاقي مشكلة في أن أنا أتابع النقاش بتاعك علشان بجد بياخد وقت طويل جداً، وأنا عايز أركز على النقاط الأساسية. تمن نقط دول لو عملتهم هتقدر أنك أنت بشكل أو بآخر تتحكم في موضوع التنظير ده ولو بنسبة كبيرة. كمان أنا بستغرب قوي من قدرة الناس على الحكم على حاجات هم لا عارفينها ولا عاشوها، ورغم كده عندهم قدرة رهيبة على إن هم ينظروا فيها. دايما بيبقى عندهم مين صح ومين غلط، مين اللي المفروض يتعاقب ومين المفروض المذنب، مين اللي عنده الألم ده وهو لازم يحله إزاي. طب أنت بتتبنى وجهة النظر دي على أساس إيه؟ وبيتبنها بقوة شديدة جدا رغم إن هو ما يقدرش يتحمل ربع الموقف اللي هو عايشه. يعني ليه تشاور على حياة الناس وزي بحياتك؟ التجربة خير دليل. انت لو مريت بنفس الموقف ده وقعت فيه هتحس ان انت مش قادر تستحمل كلمة من حد ولا تنظير من حد، فليه بتكمل عليهم؟ خلاصة الحكاية انك انت ما تنظرش على حاجة انت لم تختبر فيها بعد، لان التنظير مفيش اسهل منه. حاول على قد ما تقدر انك تخرج من دايرة التنظير وادخل دايرة العمل والتأثير. هي دي الطرق اللي ممكن تساعدك في انك انت تحافظ على توازن العلاقة مع الشخص المنظراتي، وتضمن لك انك طاقتك ما تستنفذش اثناء التواصل معي. ده كان بودكاست ستايل بوك النهاردة، ومستنية تعليقاتكم وكومنتاتكم، واستنونا في الحلقة الجاية. كنتوا بتسمعوا ستايل بوك مع هدى رشوان على بودكاست الوطن.